السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة. هنا في هذا الفيديو غادي نعطيكم واحد الملخص شامل للرحبة ديال مدينة تمارة، واللي كانت هذه السنة ديال 2022 سنة استثنائية، لا من ناحية التنظيم المميز، لا من ناحية طريقة العمل والاستراتيجية والإضافات اللي كانت زايدة في الرحبة. كما كيعرف الجميع، من ابرز الامور اللي كانت جديده في الرحبه هذه السنه كانت كاميرات مراقبه في الباب في المدخل اللي شاد جميع الاتجاهات، واللي كتخليك تدخل الرحبه وانت مطمئن، ما تخافش على سلعتك وما تخافش على رزقك الا كان في جيبك. بالاضافه للكاميرات المراقبه كان عندنا المرحاض وكان عندنا المكان ديال الصلاه، وكانت امور صراحه اللي هي ايجابيه، مجهودات كبيره كانت في الرحبه ديال تمارة هذه السنه اللي خلات الامور تبدا بسلام وتسالي بسلام الحمد لله. تنظيم محكم، حضور مميز لرجال الامن الوطني والقوات المساعده، كذلك طريقه توقيف السيارات في الاماكن المخصص لها كانت طريقه مميزه، كان تنظيم محكم اللي خلانا نشوفوا الرحبه كتدخل من اليمين او اليسار، وكيبقى لك الوسط فين تقدر تخرج تقضي غرض ديالك، او لا كان كيتسناك شي واحد كتجيك العمليه سهله انك تنعت ليه، ومجموعه من الامور. واللي كيتقدى كيخرج الوسط ديال الرحبه اللي كيسهل عليه العمليه انه يخرج الحولي ديالو في اقرب وقت. صراحه سنه استثنائيه، تنظيم مميز. الاخت عواطف صراحه شفنا السنوات الفارطه كنا كنشوفوا بزاف ديال المشاكل، كنا كنشوفوا بزاف ديال العراقيل، لكن هذه السنه الحمد لله سنه مميزه، الناس باعت وشرات الحمد لله، كانت امور مزيانه. ربما هناك من يقول ان الصنك او الراس ديال الكبش داير 50 درهم او هذا، فشحال كان السنوات الماضيه؟ هذا هو اللي بغينا نعرفوا. انا كنظن السنوات الماضيه كان من اول نهار كان بنفس ذاك الثمن. ما يميز الرحبه ديال تمارة في 2022 هو انها كانت في وجه العموم 3 ايام ولا 4 ايام كانت بالمجان، 3 ايام ولا 4 ايام كانت بالمجان، ودخلوا الكاميوات بالمجان، يعني كانت 4 ايام مفتوحه امام الجميع. نتمناو من الله الخير، ونتمناو من الله امور تكون ان شاء الله في القادم ديال الايام تكون مزيانه اكثر، ونشوفوا حويجات اللي هي جديده. ما يميز الرحبه كذلك هذه السنه الكاميرات، الإنارة، العمل إلى ساعات متأخرة. إلى عقلنا العام اللي فات كانت 8 العشية أو 7 كتحبس الرحبة، إلى ردينا البال في الليلة العيد شفنا الأكباش حتى 10 11 الليل، وباقي البيع وباقي الخدمة، والحمد لله الأمور مشات سالمة. شكرا لأي واحد ساهم من قريب ولا بعيد في إنجاح هذا العمل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.